السلام عليكم حبابي حبوباتي، اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد ان شاء الله. جيت ان شاء الله باش نوريكم الطبله اللي وعدتكم، قلت لكم غادي نحط لكم الفيديو. هذا الفيديو كان في القناه ديالي القديمه اللي مشى ليا الادسنس ديالها، كنت قلت لكم بانني غنبقى نحط نهز الفيديوهات منها ونحطهم لكم بالنسبه للناس اللي ما شافوش هذيك الفيديوهات نتاع القناه زومور ودانينا. بغيت نقول لكم بان كنت حطيت هذاك الفيديو نتاع المرأة العاملة، وكنت هضرت لكم على هاد الطبلة حيت مسحتها وقديتها وقلت لكم قصتها مسكينة شنو داز عليها، وكنت قلت لكم غادي نحط لكم باش نوريكم الطريقة كيفاش كان مسحها وكيفاش كان غسلها. هي في الحقيقة واحد لاماتيغ زوينة وغزالة ملي كتكون مسوحة ومغسولة كتكون على مزويناتها ونقية، غير هي ما حدا عليها الجاجة كتبان نقية، انت كتحيدي الجاجة ولا كيبان لك داك مع فيها داك الحفيرات وفيها داك لي غينيغ وداك التشباك داك الفريتات والغبيره كلها كتدخل تما كتبقاي تسائلي منين داز داك الغبره ومنين دازو داك الفراتات. المهم انا كما كنقول لكم انا غادي نوريكم كيفاش استعملت بعض الحيل وبعد بعد الحوايج اللي باش غادي نقيها. اولا هو داك داستي داك لابوتي اللي كتشوفوا هي هذاك هو البرودوي ديالي اللي كنستعمل في كل شيء، كيرد ليا كل شيء كيشعل. كنستعمل البونجا، كنستعمل داك الشيتا، غادي نستعمل حتى لي كوتون تيج اللي كتشوفوا باش كنقيو ودنينا حاشاكم، حتى هو اللي غادي يمشي به داك لي غينيغ، وغادي باش عاد تولي ليا نقيه وكتشعل باش ملي نحط عليها الجاجه غادي تكون كتشعل ما يكون فيها حتى شي وسخ حتى شي حاجه. بعدا ما كاين لا طبايع لا حتى شي حاجه، راكم عارفين الجاجه كانت زعما محافظه عليها، ولكن داك الفريتات وداك الشيء خص الواحد يتبعهم. النوبه الاولى كما شتوني بداك الشيت نتاع الماعن كنحك بهم وكندوز لاسبيراتور باش اسبيرا ليا كاع داك الفريتات وداك الغبيره. وهاد الشيء حتى اللي كتشوفوا هنايا انا بعد ما دوزت الصابون وديك الشيء راه بقى ليا في ديك لي غينيغ، دابا غادي ندير عليه هاد لالافيت وغادي ندوزو باش داك لالافيت هي اللي غادي تشرب ليا داك الرغيوه وداك الصابون اللي كيبقى فيها، ومن بعد ان شاء الله عاد غادي نشلل بالماء النقي الماء الصافي باش نولي ندوز عليها ان شاء الله. وها نتوما معايا باش تشوفوا طريقتي في الغسيل ديال هاد الطبله. وهانتوما كما قلت لكم في التنقيه ديال هاد الطبله الى حتى لي كوتونتيج هما غادي ناس بقاو ليا كما قلت لكم داك الشباك وداك الشيء كيبقى فيه شويه ديال الرغو ديال الصابون، غادي ندوز داك لي كوتونتيج كاع في داك الجعيبات في داك البلايصات باش نقيها مزيان باش يحيد منها لحقاش لا خليته هكا كيقدر ملي طاح عليه عاود الغبيره غادي يولي عادي توسخ مزيان. دونك غادي نقي غندوز عليها كامل داك الجوانات غادي بالكوتونتيج وغادي نقيهم ان شاء الله، وغادي تولي طبيله كتشعل كتشعل شعيل. دابا يا الحباب كما كتشوفوا انا غادي ندوز لواحد المهمه اللي هي صعيبه شويه، هي الجاجه ديال الطبله. الجاجه ديال الطبله راكم شفتوا العرض ديالها وثقيله ثقيله ثقيله لان واحد الجاج متين بزاف وقوي. يعني صعيب هزيتها بوحديتي حطيتها فوق داك الفوتوي. ها نتوما كتشوفوا داك الفوتوي مسكين راه مشى في الفيضانات ضاع. المهم هو اللي عاوني حطيت عليه واحد الملايه قديمه وحطيت داك الجاجه وبها غادي نقيها مزيان مزيان ونخليها حتى تنشف ونعاودها وعاد نهزها ونحطها فوق الطبله بوحديتي. راني يعني كنت بوحديتي هذاك النهار ما عاوني حتى واحد، ثقيله ثقيله ثقيله. درت لها غير الحيال الحيال الى حتى مسحتها مزيان وليت هزيتها الى تنشفت وليت حطيتها فوق الطبله. يعني خدمه صعيبه شويه ولكن كومم الحمد لله صوبتها.
ايوا انتما تبقاو معايا. درت هذاك لو برودوي ديال الدجاج، بعدا عاود في الاول بعدا غسلتها مزيان، حكيتها بالبونجا وداك داستي والماء نقي، وعاد عاودتها بداك البرودوي ديال الدجاج باش تخرج بالكاغيط، باش تخرج افيك لو بابي اسويتو، باش تخرج كتشعل، باش منين نحطها نحطها نقيه، ما نولي لا نزعزعلها ولا نململها. ايوا بقاو معايا نتوما تشوفوا، كيبان بحال كنمسح الفوطي ورا الدجاجه هذيك منزله على داك الصالون ديال لا فيروندا اللي كان عندي قديم، اللي كان عندي مسكي راه جديد، راه غير مشى في الفيضان كل شيء ضاع. والمهم نتوما معايا باش نكملوا الدجاجه ان شاء الله. وكما كتشوفوا مني كملت الدجاجه، قبل ما نحطها فوق الطبله غادي نبقى نحط داك لي بتيت باستي ديال السيليكون اللي كيكونوا ترونسبارونت، غنحطهم كاع في الجنيبات نتاع الطبله لي كات كوين، الاربعه لي كوين. وغادي ندير حتى واحد الحيله باش ما يبقاش داك الفراتت وداك الغبره كدوز ليا من الجوانات اللي في الجناب ديال سميتو. غادي ناخذ هاد لو روبون، ما عرفتش شنو كيقولوا لو روبون دي طونشيتي، هو اللي اون بي في سي ديال لي بورت اللي كيداروا في اون با دي بورت، وديك الشيء هو اللي غادي نديرو في الجناب نتوما كما كتشوفوا انا كنلصقو، وعاد نحط عليه الدجاجه، وهو غادي يحافظ ليا ما غاديش يخلي ليا كاع داك الفراتات وداك الغبره تدوز تحت الدجاجه. هذه حيله زعما مخيره، ما كاين ما نقول لكم، صدقات مزيانه في الحقيقه ما كذبش عليكم، راني وليتكم مي معاودتها ودرتها. هانتوما تبعوني، هانتوما غتشوفوني تال التالي غادي نلصق كلشي ان شاء الله. هنايا الحباب انتوما كتشوفوه الزيت داك الدجاجه ثقيله، عاونت بركابيه وعاونت بكل شيء وهزيتها وحطيتها، يا حفيظ السلامه يا حفيظ السلامه، كنقول على داك الزلق ليا من يدي وطحت شتت ساعات، هذا ربي عاوني وعطاني الكوراج حتى هزيتها وحطيتها فوق الطبله، نيشان ما وقع لها والو، ما وقعت لها حتى حاجه، نيشان حطيتها، ما احتاجيت لا نكحز ولا اللهم لك الحمد، الحمد لله صدقات هي هذيك كما كنت باغيه. وجا داك لو غيبو اديزيف اللي درت زعما فكره ما كاين ما نقول لكم، بقات ليا نقيه الى حتى من بعد كما قلت لكم وقع الفيضان وديك الشيء، ولكن ابخر انا وليت درتو، وليت منين لقيناها وغسلناها وليت درتو. الفكره زعما في الحقيقه فكره زوينه، هادو دابا غادي ناتاكي الشلي دابا والشلي تاهما بنفس الطريقه كما قلت لكم، تاهما بالبونجا والشيتا وكل شيء، داك الحيل كلهم استعملتهم حتى في الشلي وكيوليو تاهما كيشعلو. ايوا ها انتم معايا الحباب ديالي. هنايا الفيديو ديالي غادي يتسالى، وغادي نقول لكم امسيه سعيده، وكنتمنى ان الفيديو ديالي يكون عجبكم وانني ما نكونش ثقيله على قلبكم. والحباب واللي فاتوا شافوا هذا الفيديو يسمحوا لي، ولكن الاخوات الجداد حتى هما يشوفوا الفيديو ديالي ويتمتعوا بفرجه ممتعة ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي البارطاج وديروا لي ابوني. وكما كتشوفوا الحباب هذه هي النتيجه النهائيه، كيفاش كتولي الطبله، كتولي غزاله كتشعل بيضة فنه غزاله، اون ماتيغ في الحقيقه ما كاين ما نقول، سيد لا فوند، سيد لا فوند، غزاله غزاله هاد الطبله، ما كتشقق ما كتخبش ما حتى شي حاجه، واخا دوزي بالموس ولا دوزي بالطبع ما كنديرو شاي الموس، ولكن دوزي الموس دوزي اللي بغيتي ما كيوقع لها والو. هذه هي النتيجه النهائيه، درت عليها داك لو بتي بلا ديال النقره ديال الفضه،
كنت جبتهم من تايلاند. المهم ها انتم، ها هو زوين، جات الطبلة على